رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يؤكد أمام نواب البرلمان الأوروبي أن بلاده على استعداد لمواصلة الإصلاحات من أجل التوصل إلى اتفاق مع دائنها والبقاء في منطقة اليورو. تسيبراس أكد خلال مداخلته أن الشعب اليوناني لم يرفض أوروبا ومنطقة اليورو عندما قال لها خلال الاستفتاء الأخير: كان هذا خيارا شجاعا من قبل الشعب اليوناني وليس قرارا بفسخ المفاوضات مع أوروبا. ما حدث يمثل العودة إلى المبادئ التأسيسية للوحدة الأوروبية، مبادئ الديمقراطية والتضامن، والعودة إلى الاحترام المتبادل، والعودة إلى المساواة. إنها رسالة واضحة وضوح الشمس. أليكسيس تسيبراس قدم اقتراحات للخروج من الضائقة المالية التي تتخبط فيها بلاده من خلال تطوير المؤسسات ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي.